قال لي ابليس عبد وطاح في ترشه. عشت الله يقطع سوالفك يا عيل. ما سمعت السالفه الثانيه؟ بعدني ثانيه يا اول ما يا سحب سحبه ما خلاه. انت ايش تبي واقف كذي تقول حرس اسواق وصاير عظم بالبلعوم؟ ايش تبي؟ مثل ما انت حر وتجيب ربعك هالخمه وتقعد ببيت، حتى انا هم حر وكيفي واسوي اللي ابي واطول لساني واقعد واوقف على كيفي. واللي مو عاجبه الباب يوسع جمل، عادي يحسون ويقومون ماكو فايده، ما يدرون انه كبدي من بطه منهم. يلا مرسوق يلا قوم معود وكافي بهذله واهانه، ما بقى كلمه بقاموس الشتايم ما قالها حمود لنا. يلا اشتنطر نمشي. اصبر اصبر اصبر، انا الحين ما طاب خاطري من حمود وسبه. سب حبيبي على كيفك، قول بعدي. وايد ناس اصلا تحب المهزله. اي والله انت هي تراك مسختها وزوتها، ليش ما تحترم نفسك؟ لا اعلمك الادب الحين. وخر عني تعلمني الادب. انت لو تعرف الادب كان ما خليت هالخمه يطبون هالبيت، وانت تدري ان البيت هذا طول عمره نظيف ومحترم، وتدري منو مرزوق ومن عادل. بلاويهم على كل لسان وخصوصا هالمرزوق هذا. مرزوق هذا اللي مو عاجبك؟ مرزوق هذا رفيجي وحبيبي واعز منك ومن اهلك وطوايفك. وبعدين اسمع، هذول ربعي والحين ضيوف عندي، واللي هينهم يهني. سمعت؟